جميلاتي في كل مكان، اهلا بيكم حلقه جديده مع دكتور شيري محي الدين اونر عيادات لابونيتا جولي. هنتكلم في حلقه النهارده عن النضاره. كلنا بنبقى طالعين بقى من فصل البرد، وشنا جاف شويه، مفيش نضاره، عايزين نعمل نضاره سريعه، وفي نفس الوقت انا ما عنديش ابدا استعداد اقعد في البيت عشان عندي جامعه او عندي شغلي، او انا عايزه حاجه اعملها من غير ما يكون ليها داون تايم في البيت او وشي بقى يحمر واستنى شويه اجازه والكلام ده كله. عايزين جلسه سريعه فيها نضاره، فيها كل حاجه احنا بنحبها للبشره من غير داون تايم. تابعوا الحلقه وتعالوا نشوفوا هنعملها ازاي. اول حاجه زي ما احنا عارفين لازم الاول نجهز البشره للجلسه بتاعتنا. احنا بقى مفيش حاجه بتوجع، فما بنحطش بنج ولا اي حاجه، بس بنعقم كويس، ننظف كويس ونبتدي السيشن بتاعتنا. اول حاجه احنا هنعمل ايه؟ هنستخدم جهاز الكربون ليزر. الجهاز ده بيجي معاه الماسك اللي انا بحطه ده اللي هو الكربون ماسك. ليه؟ عشان الكربون ماسك ده الجهاز الليزر بيقراه اللون الاسود بتاعه او بيقرا الكربون اللي فيه، وبيبتدي يدخل البلصات بتاعت الليزر تكسره. تمام، هو اوريدي بنكون لازق في طبقه من طبقات الجلد السطحيه، فبيبتدي ياخد الطبقه دي معاه، يعني اوريدي الليزر هيشيل الكربون ومعاه جزء من الطبقه السطحيه للبشره اللي هي اوريدي بقى بيبقى فيها البهتان والجفاف والمشاكل والمسام. بنوزع الماسك بطريقه متجانسه تماما على البشره كلها، وطبعا بنبقى مغطيين العين عشان الليزر، وببتدي اظبط الجهاز بتاعي على حسب طبيعه البشره ومشاكلها ولونها. كأنك قشرتي جلدك من غير ما تعملي جلسة تقشير بقى وتحمري وتقعدي في البيت والحاجات دي. هنكمل السيشن دي بحاجة حلوة قوي في الجهاز، هي مميزة شوية في الجهاز ده. هنعمل حاجة اسمها RF. شعاع RF انا كنت شرحته في حلقة قبل كده، اللي هو الراديو فريكوانسي. أشعة الراديو معروفة عنها انها اقوى أشعة بتشد الجلد، عشان كده معظم الناس اللي بتروح لدكاترة النيتريشن والتغذية والتخسيس وبتخس، هتلاقي الدكتور بيقول لها لازم تعملي RF على الاماكن اللي هي اوريدي اتهدلت. انا ممكن مثلا بعد ما اخس قوي بطني تتهدل شويه، او مثلا منطقه الفخذ. نفس الكلام احنا عندنا في الفيس، RF مخصص للفيس، بيشد الترهل والتهدل، بيدي افكت نضاره رهيب. احنا بنعمل دبل اكشن في الجهاز ده، ان انا بعد ما بخلص التقشير بالكربون والليزر ببتدي استخدم جزء RF من الجهاز. ده شكل الجلد اهو بعد ما خلصنا الار اف. كمان حتى هي كان عندها هنا شويه في نقط حمراء زي تحسس شويه ممكن من التراب او من الجو او الكلام ده كله، تحسي ان هو راح تماما، يعني حتى الحبات الحمراء دي مش موجوده. في نهايه الحلقه شفنا جلسه نضاره سريعه، ما فيهاش بنج، ما فيهاش الم، ما فيهاش شكشكه ولا سرنجات، جلسه بسيطه جدا لكن فعلا بتدي نضاره وفعاليه قويه جدا، ممكن يعملها اي سن واي عمر، ممكن تكرريها كتير، والحلو ان ملهاش داون تايم ومش هتضطريني ان اقعد في البيت بعد ما اعملها.